جديدة ديال جارية جاري، برنامجكم الأسبوعي اللي من خلاله كتعرفوا كل مرة أكثر على عادات وتقاليد جيراننا في مغربنا الكبير. البداية ديال مواضيع هذه الحلقة غادي تكون من تونس. الجميع في هذه البلاد كيعترف أن مجموعة ديال الأدمغة الوطنية هي في خدمة بلدان أخرى، وأن الهجرة ديالهم كانت إما لغياب آفاق محلية أو إغراءات أجنبية. في ليبيا ومن بعد الثورة السياسية عندنا ثورة فكرية وإبداعية، مجموعة ديال الأصوات والوجوه الجديدة بانت في الساحة. أما في موريتانيا فمن غير الدراسة والشعب اللي كتعتمد على التوجيه كاين التكوين المهني، مجموعة ديال الشباب بداو كيتجهوا لهذا القطاع بحكم أنه قريب لسوق التشغيل. أما في الجزائر فعندك الحق في السكن، وإلا كان عندك الفلوس عندك حتى الاختيار كيفاش باغي تسكن، في الوقت اللي كيبقى فيه السكن الاقتصادي حل للناس ذوي الدخل المحدود. وطبعا ما نساوش فقرة حمزة الفلالي. معايا تنشيط الحلقة إيمان. عسلامة. ميلود. مرحبتين. مامادو. شكرا. ياسمين. سخير. والفكاهي حمزة الفلالي. Besar tu labio.
تعرفوا حلقتنا ما تقدر تكمل الا بوجود ضيف، ضيف كيشرفنا بحضوره، كيجي شاركنا حديثنا وكذلك كيهضرنا على حياته الشخصيه والمهنيه. بدا المسار ديالو كراقص بالي في تونس باش يتحول لمقدم برامج تلفزيونيه قبل ما يلقى راسو ممثل مسرحي وسينمائي. اعماله كلها كتلقى نجاحات كبيره سواء في تونس او خارجها. ضيف حلقه اليوم هو الفنان التونسي لطفي عبدلي. لطفي اهلا ومرحبا بك. عايشك، صافي بليزير، جولي بوبليك. بون لي زانيماتور مازلت ما نعرفش. ما كيتفرجش فينا. تنشوف. انت طبعا في دارك ثانية. الحمد لله في المغرب. انت ولد الدار. واه شوف اكتشفت اللي كي نجي لكازا يعني كاني خرجت من الدار نحوس في تونس. جو كونفيرم. عنا نفس الوجوه نفس اللغه، انتوما زايد علينا تتكلموا بالتسع بحالاش ورا. عطيني مثال مثلا، تقول نحن نقولوا تفاحه، انتوما تقولوا تفاحه. تفاحه عندكم الشتاء في الكلام. لا ماشي احنا اللي كنديروا التسع، انتوما كديروا التسع. لا ما نقولوش، نحن ما نقولوش التفاحه، نقولوا التفاحه. هذه ايمان اللي كتقولها. طيب قولوا الثوم، قولوا الثوم. ثوم توم توم. نحن نقولوا الثوم. شي انتوما اللي كديروا الثوم. قولوا في ليبيا ما عندكمش الثوم جمله. قولوا ثوم. ثوم ها ثوم يقول. انتوما تقولوا تسوم. لا ماشي تسوم، انت بوحدك اللي كتسمع تسع. كنت تيقول تسومه ولكن هاتي تقول تسومه. انا نسمع فيك التلفزه المسكره. ايوا تلفزتك اللي خاسره. سا كومونس بيان. سا كومونس اون كلاش. لا 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 مرحبا. انا علاش قلت لك انت بعدا ولد الدار؟ لانك خدمتي في المغرب. خدمت في المغرب اي. خدمت يعني عملت صورت في المغرب ومن بعدها بعامين جيت على مهرجان كازابلانكا للضحك. ما نعرفش نقول لك حيت انا عارفك داير بزاف د الحوايج، كتغني وكتمثل وكتشطح وهذا، ما نقدرش نقول لك اين مهرجان فيهم، انت تقول لي انت. لا لا جيت مهرجان ولا وكانت زاد جيت لمهرجان طنجه خذيت جائزة احسن ممثل. شفت يعني تمويه يعني شعلت هالمغرب كما يقول. اسيدي احنا هادشي كلشي غادي نهضروا عليه وغادي نشوفوه. مرحبا. لكن غنبداو الفقره ديالنا الاولى اللي هي كود كور كود كال، وغنبداو اسيدي من عندكم كود كور مع ايمان. عندي كود كور بارابور عندنا الشركه الوطنيه نتاع الطيران اللي هي تونيسير، وعندنا من افضل لي بيلوت في الستاف نتاع الشركه هذيك، خاطر صارت ريسامون مشكله في ان فول شويه العمل لها كراش، كان مش البيلوت تعرف يعمل اون مانوفر تري كومبليكي باش نقاضوا الطاقم الكل، دونك حبيت نحييو ونشكر لي بيلوت نتاعنا في تونس. حتى انا بغيت نحيي دياولنا حيت فعلا كيكون داك لاتيغيساج واعر معروفين المغاربه هما اللي تيديروا لاتيغيساج. لا 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 احنا عارفين التوانسه. لا 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 ما جزائريه انت راك معروفين. صافي غنمشي عند هادو. هادو شنو عندك اليوم؟ انا بعدا كاينه شي حاجه ما تعجبنيش عند بعض الناس الانتهازيين، حيت كاين بعض الناس كيتسناو الفرص حتى يشوفوا شخص في وضعيه صعبه كيجوا كيزيدوا فيه. مثلا بنادم في وضعيه صعبه عنده واحد عيان ولا خاصو يخلص الدين ولا هذا عنده شي حاجه باغي يبيعه، ويجي واحد سيد عنده الفلوس ويشوف هذاك الشيء اللي كيبيعه هذاك السيد اللي في وضعيه صعبه، مثلا كيساوي نفترض 1000 يورو والسيد خاصو تقريبا 500 يورو وكيقول انا هذا ما نقدر نفوت فيه 500 يورو ولا 600 يورو، هذيك 400 ولا 500 يديرها في جيبه. يعني بحال هذوك الناس خاصهم يعرفوا ان هذوك الناس اللي في اوضاع صعبه يعني وناس بحالهم، وشخص في وضعيه صعبه يعني احق في وضعيه صعبه أنا. من المساعده. عادي جاب خمر جاني غيدير خمر. حسيتي في وضعيه صعبه؟ حسيتوا في وضعيه صعبه. يا راجل لا لا ما باين في. لا لا ما باين في. لا 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 ما باين في. ما باين في. اذا هذوك الناس اللي عندهم خاصهم يعرفوا ان هذوك الناس اللي في وضعيه صعبه وناس بحالهم كيستاهلوا المساعده، ماشي يعقدوا المسائل. يغرقوهم. يغرقوهم اكثر. الله يغبروهم. اي شنو المشكل؟
ما كاين حتى مشكل، هو ما عجبوش الحال وصافي. انت يعني ما عجبكش حال الناس اللي في وضعيه صعبه؟ لا ماشي وضعيه صعبه، هذوك الناس اللي كيتعاملوا معاهم، هذوك الناس اللي لاباس عليهم اللي كيتعاملوا. بغيت يعاود لك من الاول؟ ليه حرام عليك. لا لا خلاص خليها حتى كي نروح تونس نعاود البرنامج اللي فات نحاول نفهمها بالرالونتي. لا 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 منين ترجع لتونس، منين ترجع لتونس رجعني معاك. مرحبا بخويا، وناكل الحار مزيان ونعاودها لك مزيان. ايوا الحار ما تعوى بالحار زعما راه الهريسه هي الهريسه. ايوا هذا انت لطفي عندك ان كود كور ولا ان كود كول؟ لا نحن الكود كول كل يوم في تونس ثوره ولفتوا كل يوم نعيطوا ديجاج ديجاج، حتى كي يكون فرحان يعيط ديجاج. خلاص الكود كول كل يوم يعني. يعني اليوم التونسي ملي عملنا ثوره اليوم ما يعملش ثلاثه اربع مظاهرات يتيح مونك شدوا الحكم. والله انا دارنير مون في فرنسا مشيت عديت 40 فرنسا، النهار الثالث وليت نحك في المترو يدي ولا تعمل ديك. فرنساوي دارني جابش يضربني قلت له نفخ با مسيو لاس مو تيكسبليكي. قلت له دوبوي كون في لا ريفولوسيون اون مونك دو سافي 3 جور كو سوي لا جي با. قلت له مسيو اون مانيفيستاسيون مظاهره ميم فرونسيز سي با غراف جو فو كريي. قال لي اسكوزي مو لي مانيفيستاسيون فرونسيز اون لي في اون شين ça coûte moins cher, c'est la crise. اذا كنعرف لطفي انك ما شاء الله عندك بزاف ديال المواهب متعدده غادي نهضروا عليها، ولكن غنشوفوا بعدا ان اكستري ديال اون فيديو ديالك ونرجع. نحن الشعب التونسي كما يقولوها في البسيكولوجي سكيزوفرين، عندنا انفصام في الشخصيه. التونسي عنده شخصيتين، الشعب الوحيد اللي عنده شخصيتين يعيش بهم كل يوم، عنده الخير والشر مع بعضهم، عنده نيه فاسده ونيه طيبه في الدوام. الشعب التونسي الوحيد اللي يحكي مع مراه كيف اخته يكحل عليها. والله يبدا يقول لها اختي العزيزه خمسة وخميس عليك، راك اختي الحنينه راك بنينه ياسر، راك اختي مش نرمال، راك اختي مش نرمال. واحد قلت له ما رسمكش بيت تقول لاختي وتكحل عليها، قال لي في مخي كيف اختي بدي ما نحكمش فيه معاك. هلا هو علاش نحكي لكم في فاسدة هذيا الانفصام في الشخصية؟ باش نعرفوا شو صار في البلاد، علاش تقلبت الفيستي؟ لطفي ماشي غير في تونس كاين انفصام في الشخصية. أي باكي نقول تونس راهو معناها عبارة على المغرب العربي الكل. نحن كيف كيف لاحظت اللي الجزيرية والتوانسة والمغاربة موريتانيين أقل من أهدى من. هما؟ شوف هو في والله غريبة هي قد ما تقرب قد ما الشعب يهيش، يعني موريتانيا رايدين، لي ماروكان كول، الجزيريه واعرين، والتوانسه مهبله. تعرفها بالديكلاراسيون دامور. هي كيفاش كديروا لا بالاحساس؟ في موريتانيا ما يديروش ما يقولوش. سالمي ما يقولوش. يغزروا العالم وفهموا بعض. والله ما في المغرب في المغرب تري كول، مرتو تقول له تبغيني قول لها وخا. بس با لا تيت. في الجزائر الالجيريان لا بلو رافيني، الرافينمون عند لي سارجينيان، تخي رافيني، كومون دوموند ا سون ماري تحبني. وكيفاش يتجاوب جوابها؟ تعلموا الرافينمون من عند زيريه والشعر في الحب. يطلع زبل الراس ينبومبردي والديك نقصك تروف تروف بالحب. سيدي ليبيا 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 بس ما تمشيش هي لراجلها تقول له يضربها ما تسالوش، تبعث خوها خوها يقول له خيرك يا مولات بيتك قتلك تباني، يقعد يقول له مش تباني يعني خوها هي. يقول لها قول لها يسلم عليك العقل وقال لك نباك اما خطاو الرجل جاي البيت نفشخ والديك. حنية كبيرة ياسر. والتونسي التونسي انا سميته ثعلب ما يحصلش، ذيب ما يحصلش. التونسي الامريكان والفرنسيين سالوني قالوا التونسي كيفاش يقول نحب، قلت لهم ما صدقوش، قلت لهم التونسي سحار ماجيسيان يقولها وما تسمعهاش. ما كتوصلش. الامريكان قالوا لي هاو، قلت لهم هاو باش نقول لكم سيبها هاو. التونسي كيفاش يقولها؟ ساعة مرة التونسية تضرب نص ساعة تكلم تحبني تكلم تحبني تي هاي بزاف. والله هاي دار انظر التونسي، التونسي ما يحصلش. شو الإجابة بتاع التونسي؟ قولها ما تسمحش.
Tu n'entends rien. هذا هو الحب. هذا سيف بدي سيف بدي خشينو هذا شك يعني هذا كلام يعني. On est kif kif et on est différent. في برشا حاجة. C'est le tempérament qui. نعم. وهذا الشيء اللي كيخلي الغنى طبعا. وي الغنى. الغنى. لا ريشيس. نسقاي الغناء لا شونسون. انت بحال ايمان ما كتفهمش المغربية. تونسية هي. جو تاكين تونسية. هاكا متبع الجغرافيا بحذا ليبيا بالضبط. إذا أكيد أن حلقتنا اليوم غتكون سخونة مع لطفي. فالي با مانفيتي. بالعكس حنا غنانفيتوك كل مرة مرة في السيمانة غنعاودها. حملوا مسؤوليتكم. إذا قبل ما نكملوا معك طبعا الحديث غادي طبعا غنهضروا على مواضيعنا اللي في الحلقة ولكن بعد الفاصل. نبدا الموضوع ديال الحلقه غادي بغيت نسولك انا كنعرف انك انت منين بديتي كتكتب يعني الوان مان شو كنتي قبل الثوره طبعا كنتي يعني كتكتب اشياء اللي هي شويه قاصحه يعني وكنتي عندك انديلام واش تبقى في تونس ولا تخرج لبرا كتعرف انك الا مشيتي حتى كتبتي شي حاجه يعني صعيبه بزاف خاصك تهاجر وتبقى على برا المشكله كانت قبل يعني وقت الدكتاتوريه صحيح عهد الدكتاتوريه انه الليموريست يعني ما ينجمش ما يتحداش الخطوط الحمراء لانه فن الضحك هو اصله ديما يتحدى الخطوط الحمراء كي يجي الفنان او الليموريست تقول له ما تحكيش على هذا يلزمه يحكي عليه ولهذا كنت يعني نحس روحي دائما في خطر وانا نعمل في سكتشواتي في تونس ومن بعد كي جات الثوره فما سكتشوات توا نعمل فيهم في تونس ما كنتش عندي فكره اني كنت نجم في حياتي نعملهم ونقولهم لانه صارت حريه غريبه ياسر الان في تونس معناها كنا ولينا نحكيوا الحكايات عمرنا ما كنا نحكيوا عليهم قبل تغيرت برشا المعطيات وفي نفس الوقت قبل مثلا كنا نقولوا بالاشاره والعبد تضحك كيف لكن الجمهور كان يضحك مش كيما توا توا الجمهور في تونس يضحك بالصوت قبل من الخوف يضحك فيبرور معناها مسرحية ناجحة علاش سولتك هذا السؤال لأن الموضوع ديالنا اللي غنمشيو له لتونس هو هجرة الأدمغة الأدمغة ما عرفتش اسكو الموضوع ما يضحكش بارابور اللي حكيت فيه لطفي مقبيلي ما ضحكنيش لطفي لا لا ما ضحكنيش دونك باش نحكي لهم على هجرة الأدمغة في تونس اون فيت تعرف البلدان المغاربية والبلدان الإفريقية بصفة عامة عرفت برشا دي موفمون ديميغراسيون خاصة vers l'Europe, vers le Nord. Ou أول mouvement d'immigration, j'ai fait la Sénouette Sétine, où كانت l'immigration تاع المندوفر, تاع اليد العاملة ماهيش كاليفيه. في السنوات التسعين, بدات المندوفر beaucoup plus qualifiée, مش معناها أنت يجيب des étudiants, يمشيو مثلا يقراو خاصة في فرنسا. أما المشكلة, c'est que كي يمشيو يقراو, ما عادش يرجعوا. ولات عندنا سكون ابل لا فيت دي سيرفو المشكل سي كو تري سوفون لي ستوديون هذوك باش يمشي يقراو تونس تعطيهم اون بورس تعطيهم فلوس باش يقراو على اساس يكملوا الدراسه نتاعهم وبعد يرجعوا لتونس على سبيل المثال عندنا 31% من عايشين في فرنسا 13% في كندا 11% في امريكا و10% في المانيا المشكله اللي ترقولها هذوما اللي النخبه اللي عايشه لبرا سي كو تري سوفون كي باش يروحوا لتونس ما يلقاوش فاش باش يخدموا يسون سور كاليفيي بارابور لي دومين دو كومبيتونس نتاعهم اللي ما همش موجودين في تونس مثلا تلقى ان انجينيور في النازا
مش باش راح يخدم في تونس ما عندوش بلاصه باش يخدم فيها. وفما مشكله البطاله، ان تونس مثلا عندها الفلوس باش تعمل التكوين نتاع لي ستوديون هذوكم، اما ما عندهاش لي ستركتور ولا المؤسسات باش تقبلهم باش يخدموا عندهم عنا احنا في تونس. دونك شنو ولاو فما؟ ولاو فما تعاونيات مع لي ستوديون، مع النخب لي انجينيور هذوكم مثلا عايشين في امريكا ولا في فرنسا، انهم يجيو مثلا تونس يعملوا دي سيكل دو فورماسيون، ويكونوا مثلا تلامذة نتاعنا في تونس يقريهم في الـ في الـ في الـ في الـ في الفاكولتي. اون اتوندون ا لون تيرم هنا مثلا 2030 يوليو عندنا دي ستركتور ينجموا يجيو فيهم باش يقراو مثلا وحدات بعث دي زونيتي دو ريشيرش اللي ينجموا يلقاو روحهم يخدموا غاديكا. انت لطفي يعني كان يمكن تفكر كذلك بالهجره، ولكن ما عمرك ما فكرتي تهاجر؟ لا يعني جاتني فكرة يعني، لكن عمري ما طبقتها لأني قلت سهل باش نخرج ونهاجر وباش نعمل كارير لبرا. الأصعب أني نخدم في بلادي ونبني حاجات ونبني علي ما فماش، لأنه في الأوروب متنو فرنسا ولا حتى يعني أمريكا ولا كندا ولا توت ايتي في كل شيء موجود. Les plus grands chanteurs, les plus grands comédiens, les plus grands humoristes, les plus grands, يعني كلهم موجودين. لكن وين اليوم برشا حاجات مش موجودة. Des vraies structures متاع humoristes, des vraies structures متاع cinéma, des vrais. Ils ont يتكونوا موجودين في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي موريتانيا. يعني كان كل واحد يحس روحه عنده ما يقول وعنده موهبة يخرج لبرا ما يقعد لنا شيء نحنا. وانا من تجربتي اليوم منطلق، انا بازين عايش في تونس، لكن الحمد لله انا من تجربتي يعني نجمت نكون انترناسيونال لاني خدمت في افلام اجنبيه فرنسويه تلين انجليز كنديان مالتي، وانا في نفس الوقت نرجع نعيش في تونس. يعني ممكن عمليه انك تولي انترناسيونال والمقر نتاعك بلادك. انا قداش من مره لطفي نتفرج في فيلم ما نبدا في بالي جنة اللي لطفي في الفيلم هذاك ونلقاه غاديك دي فيلم انترناسيونال يعني. نعم نعم، لكن هذا هو صعيب شويه باش تعمله. لازم تكون عندك نوتوريتي معينه باش يوليو يعيطوا لك مثلا الفرنسيس ولا يعيطوا لك تلاين ولا يعيطوا لي. خاطر انا نعتبر مثلا المخرج بالنسبه لنا مخرج مغربي ولا تونسي ولا جزيري ولا طلياني ولا امريكاني، الفنان فنان يعني مش ماهيش بالناسيوناليتي الحكايه. يعني اليوم ينجم يعيط لي مخرج فرنساوي وفي نفس الوقت يعيط لي مخرج مغربي، كان يعجبني سيناريو نتاع المخرج المغربي نمشي مع المخرج ماشي يعني، خاطر هذاك فرنساوي تمشي معاه. ولذا ما تفكرش حتى في الماده او في الظروف الاشتغال لا هو راهو كان جيت نفكر في الماده ما نستمنى ما نعملش ما نخدمش فنان. فهمتني؟ نمشي نخدم في الدروك حاجات يعني مثلا هي في الحقيقه ديلوغ احسن يعني في الحقيقه انت يا ان كا ديتود بصح نيت ان كا ديتود حيت قلتها لي قبيله في الكلام. لا لانه انا هذيا بالحق جو جو اي جو جو لو بونس وجي ان ميساج بور ما فام. لا سيريوزمون خاطر جو سي كال ميم جو ليم مي جي دي دوت. انا جو سوي كوميديان قولها لا بهكا بهكا قولها لا بهديك. انا جو سوي هوموريست مي انا ولد الشعب جيت من المدينه اي جو سوي باك موان 4 سيريو جو سوي باك موان 4 يعني انا في وزاره التربيه مسال في 4 سنين قرايه ريشيرشي في وزاره التربيه يعني قرايه وثقافه هذه يعني هما في بلاد وانا في بلاد فاهم. وهي ومرتي دكتوره في الانثروبولوجي من السربون يعني عالم غريب على العالم الاخر. كي شفتها تحبني وتغزل لي بعين كبيره قلت لها انت ما تحبش لطفي العبدلي، انت خذيتني تقرا عليا تكمل دكتوره نتاعك مش معقول يعني. قلت لها الطفله كيفك تاخذ دكتور عالم في الذره عالم في واحد مش تاخذ فنان مضحك يعني. والحب ما كيختارش لطفي. لا اون بلوس مرتي لليوم تقرا يعني خذيت الدكتوراه نتاعها وكل يوم نقوم لقاها تقرا. خلصت كل تعمل قاها تقرا تعرف ولدي ايش باش يقول. خاطر نحن الفنانين من كي نروح نقول ماشي نلعب ما نقولوش ماشي نخدم. نحن معناها ولدي كيف المكتب يسالوه نهار اخر يقول له اش تعمل يقول له امي تقرا وبابا يلعب. وانت عاش ولدي اش تعمل يقول لهم انا نخدم. دابا غنمشيو عند ميلود ونشوف شنو موجدنا اليوم. اليوم انا بما ان معنا فنان كبير الاستاذ لطفي العبدلي الحقيقه من نجوم الكوميديا في تونس. و العبدلي انت تعرضت الى حرب من بعض الليبيين مظبوط؟ كا
كان مش كان من الليبيين، يعني الحرب الاولانيه بدات معايا في تونس، وعمناول في تونس مثلا السيف عمناول، قعدت يعني عملت 15 واكثر من 15 عرض يعني باللي جارد كورن حاوس، كانت فما محاولات قتل ليانا وتهديدات. تعرفت زادة مرة مشيت للداخلية، عملت سكتش مشيت للداخلية في تونس بحثت عليه، يعني معناها أنا مشاكس برشا. في نفس الوقت كان عندي سكتش عملته على 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 ليبيا بعد الثورة، وفي مرة على الفيسبوك وصلتني ورقة بعض مش كل، خاطر لأنه اكتشفت اللي كثير برشا ليبيا يحبوني، معناها تقولوا برشا نحن نقولوا بزاف برشا اللي بيحبوني، لكن فما جروب يعني فئه معينه قالوا هذايا لطفي العبدلي كان يجينا ليبيا نقصوا له راسه. والله عادي، لاني حكيت قلت نحن الشعب العربي سورتو توانسه نحن شعب نعيشه بالمقلوب. نحن ديجا عندنا كسكروت في تونس، كسكروت يعني ساندويتش اسمه مقلوب. نحن الشعب مقلوب، شعب مثلا تونسي يبدا نهار كامل يستنى فيك، انت تجي يقول لك جيت. عرفت الشعب الوحيد نحن ما نعرفش في المغرب ولا انت تبدا راقد، امك تقومك في الليل تقول لك راقد. قلت لها لا امي مت نكلم فيك من الجنه. وقلت نحن مقلوبين، لكن في ليبيا مقلوبين اكثر منا. قلت في ليبيا مقلوبين اكثر منا. قلت لهم في ليبيا بعد ما قتلوا القدافي حكاوا معاه. شفت هالفيديو انت وقت قتلوا القدافي حطوه على حشيره وبعد شعب كامل كله له كلب قدافي. تكلم تو بالله نقطك مرتان. خذ لي صوره تذكاريه من القدافي. اضحك يا شبشوب. مرة هذه في ليبيا بشو قتلوك انت يقول لك علاش ما قتلتوش. هو بغى يهضرنا على الجيل الجديد. طبعا انا حبيت لطفي يبدا الموضوع باش يوضح الفكره اللي نبي نتكلم فيها اليوم. طبعا في ليبيا الحقيقه في حرب النجوم بكافه اشكال النجوميه. العالم برا في حرب الفضاء، لكن احنا عندنا حرب النجوم مش في السماء، النجوم الفنانين في الرياضة في الفن في الاقتصاد في الثقافة في الأدب في مختلف المجالات. اكتشفنا بعد ثورة فبراير المجيدة ان مجموعة من الشباب دخلوا لمقر الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، وجدوا مكتب قائم اسمه مكتب مكافحة النجومية بكافة أشكالها. يعني لا يمكن يكون واحد معه. النجم الوحيد اللي كان القدافي. أيوة كان هو النجم الوحيد، هو كل شيء، هو 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 هو. وبرا كان لما تقول أنا ليبي يقول لك بترول قدافي. معروف غير. فحقيقة حارب النجومية، ولهذا تم تحتيمها الليبيين. يعني الناس حتى لما تسأل تقول لما تعرف من ليبيا بيقول لك ما عنديش معلومة. وكانت ليبيا تسوقنا في مختلف الأعمال الأخرى وما فيش تعاون مع القنوات بحيث أنك تشوف شخص ليبي يعرفك بليبيا، ومن خلاله هو كشخص شوه صورة الليبيين، دير خيمة عشة وقدامها ناقة. الناس يحسبونا عايشين في الصحراء. يعني صحيح الصحراء من اصولنا وكذا، لكن برضو احنا عندنا ناس متعلمه ودار الخيمه حتى من مشى لفرنسا لباريس، عندنا طرق وكذا، وعندنا شباب واعي وبلاد مزيانه برشا. ليبيا مشيت لها، رحت لطرابلس، يعني مزيانه برشا ليبيا، وفيها بلد غنيه بالمواهب. والدليل طبعا من خلال المشاركات، وسببها غيبه ليبيا على الساحه حوالي 43 عام الفائته. الان في جيل جديد ومواهب شابه في مختلف المجالات، حتفاجئكم في الرياضه وفي الفن وفي السياسه وفي الاقتصاد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا غنمشيو عند مامادو ونشوفوا شنو موضوع اليوم في موريتانيا. انا عندي لكم موضوع يتعلق ب التكوين المهني. غزر لي هو صافي ساكت. غزر لك اكرم. هو موضوع متعلق بالتكوين المهني، ونشوف الريبورتاج ونرجع الموضوع. المثل المغربي ديالنا كيقول الحرفه اللي ما تغنيك تعيشك. في موريتانيا اللي ضربنا دويره في الازقه والشوارع ديال البلاد، غادي نلقاو بزاف ديال الحرفيين اللي موجودين في مغربنا الكبير. ولكن الجديد هو ان هاد الحرافي دخلوا في مجال التقنين والتكوين. حنا اليوم في معهد ديال التكوين المهني اللي كيبدا كيف ما هو معلوم بالنظري. هذا المستوى خاطر كل بساطه لا يمر
ولكن نسمع على عناصر موزعة النظام المتشابهة أن ندوي واحد منها بهذه الزاوية حتى يصبح على ثم نسقطه بشكل أفقي وبالتالي يظهر لنا. من النظري التطبيقي، الطلاب ديال هذا المعهد كيدوزوا دورات تكوينيه في مجموعه من الشعب، والدوله كتحاول انها تبني جيل جديد قادر انه يعتمد على راسه ويدخل لسوق الشغل بناء على توجيه دراسي واكاديمي فعال، وقادر انه يمد المقاوله بيد عامله مكونه. ونقدروا نقولوا ان هذه بدايه في الطريق الصحيح والقنطره اللي لازم العبور منها انطلاقا من الدراسه لسوق الشغل. إذن انطلاقا من هذا الريبورتاج نقدر نشوف بأن موريتانيا أصبحت تتوجه نحو التكوين المهني عوض الدراسات الطويلة، دراسات الجامعية، دكتوراه وما شابه، وحاولت أنها تساير سوق الشغل، ولهذا توجهت إلى تكوين مدارس متخصصة في التكوين المهني، وهي عبارة عن تكوينات عمرها سنتين أو ثلاث سنوات. ولكي تهتم الدولة بهذا التكوين على المستوى المطلوب، تم إيجاد وزارة اللي هي وزارة التكوين المهني، وهذه الوزارة يعني تعطي أولويات يعني كبيرة لهذا التكوين عوض متابعة دراسات تتعدى 10 سنوات. إذا غنمشيو من عند مامادو لعند ياسمين ونشوفوا موضوع حلقة اليوم. احنا اليوم حنهضروا على السكن في الجزائر، دونك لاحظنا هاد لي ديرنيغ زاني بلي كان ارتفاع مهم، ارتفاع تاع الأسعار تاع السكن وبصفة عامة سورتو في لي غراند فيل وسورتو سورتو سورتو في ألجي دونك العاصمة. دايوغ لو كابيني الدولي ميرسير يومان ريسورس كونسلتينغ غلوب لونجلي دار كلاسمون تاع اغلى مدن في العالم، والجي احتلت المرتبه 50 مر ابو ظبي ودبي، وفي افريقيا احتلت المرتبه 5 دونك دو فيل لا بلو شير ان افريك. الوغ وهاد الارتفاع تاع السكن دار ازمه واحده اخرى وهي ازمه الزواج. سي نورمال، ما عندكش فين تسكن، ما عندكش كيفاش تزوج، ويمشي تهزها مرتك وي ولا كيفاش تهز راجلك؟ ترقدها فوق شجره ما هذا دارت ازمه تاع الزواج. الو كاين لي كوب اللي عندهم الحظ، بابا ولا ماما شراو لهم ابارتمون بكري وعطاوه لهم، ولا كاين لي كوب اللي يروحوا يسكنوا عند والديهم كاريمون ولا يروحوا يكريو. مي في الكراتانيك عندنا مشكل، سيكو حنا عندنا دي كونطرا مينيموم تاع عام وتخلصهم الافونس، ما تخلصش موابا بشهر من شهر، تخلص عام الافونس ولا عامين الافونس باش تدي الكريا تاعك. دونك ديجا هادي بوغ ان كوب اللي يبدا في حياته تو سي كومبليكي. دونك بارابور لهاد المشاكل هادو ما كاع اللي راهم صاريين، الدوله قررت ان دير دوبي دي زاني صافي لونتون كان ميم اللي راهم يديروا انشاءات تاع السكن الاجتماعي. دونك هاد الشكل باغ اكزومبل بروغرام 2010-2014 دونك 2010 حتى 2014 يل بريفوا 2,600 سكن، منهم 900,000 سكن في المناطق القروية، باسكو كاين هاد الأزمة تانيك ماشي غير في المدن الكبيرة، ما تانيك في القرية. وحاليا جوسكا بريزون وجدوا 560,000 سكن والباقي مازالهم اون ترافو. دونك فوالا، دونك غير هاد لي جون هادوما ولا ميم الناس اللي كبار واللي مازال ما عندهمش دارهم، غير شوية صبر برك وإن شاء الله كاع تكون عندكم أن توا فوق راسكم. نعم إن شاء الله. لطفي قصدك؟ والله سخفت، ضيمتي التونسي، حممت لي قلبي. شكون لكم يجيو تسكنوا في تونس ياسر اكثر منا انت؟ اذا لطفي بديتي بفورماسيون في البالي. بالي بالرقص، كنت راقصه، كنت راقصه قبل راقصه البالي، كنت راقصه يعني شرقي كنت في لي كاباري، وبعد صارت لي ازمه طلعت لي اللحيه. ولكن فعلا فاش درتي لا فورماسيون ديال البالي واش كنتي باغي تولي راقص البالي؟ كنت راقص بالي، كنت نعمل عملت يعني فورماسيون تاع دانس كلاسيك، ومن بعد عملت فورماسيون معناها خدمت اشتغلت في لي بالي ان بو بارتو دون لو موند، وعملت دانس كونتمبورين الرقص الحديث، ومن بعد عملت الرقص المعاصر يعني الانواع نتاع الرقص الكل عملتهم، ومن بعد وليت سبيسياليتي نتاعي لا دانس تياتر، وليت فما سيله كبيره ياسر ما بين الرقص والتمثيل، لانه الرقص ما عادش يعمل كوريغرافي بالجستويل هكا، هو
il est dans une chorégraphie en même temps il est dans un rôle il interprète هذاك اللي سهل لي السويتش نتاعي للتمثيل لكن ما كانش في البروجي نتاعي اني نولي ممثل ولا مره حياتي انا كنت رقص يعني كنت عندي فورماسيون تاع رقص ولا مره حلمت ولا مره قلت نحب نولي ممثل او يعني ايموريست ولا نعمل سينما كان بالنسبه لي انا عالم كانك اليوم تحكي لي على عالم الكوره ولا عالم وكان عالم ما عندي به حتى علاقه ولكن كنت كتفكر شنو غدير من بعد حيت كنعرفوا انه لا دوري دو في ديال ان دونسور هي اي مي كنت نفكر مثلا نعمل حاجه اخرى نعمل مشروع نولي كوريغراف مي ما كنتش نفكر نولي ممثل او مسرحي او سينمائي ومنين بديتي كتمثل اكتشفتي انك عندك يعني موهبه يعني خذيت بريك نتاع 6 اشهر كما يقولوا الفنانين لحظه تامل هو جينيرالمون يقولوا لحظه تامل كيما عندهم الشغل يقول كان انا بالحق وقتها قلت يا ريلاكس تو يلزمني نفهم روحي يعني شنو هي حياتي شنو هي مسيري ونهار انا قاعد اكاي وفي ممثلين توانسه معروفين وقتها دو ما جينيراسيون دي ستار جاوني قالوا لي اصحابي هما قالوا لي عندنا مسرحيه دي كافي تياتر ايجا اعمل معانا يعني مسرحيه لانك يعني هكا خفيف الروح كيما نقولوا نحن قمت بالتجربه ذيك يعني زاد فكره اني خذيت بخاطرهم يعني من وقتها جاوا مخرجين سينما والتلفزه تفرجوا في المسرحيه عجبتهم واقترحوا عليا بطولات في افلام وفي مسلسلات من وقتها لليوم للاسف ممثل مازال غادي نهضروا على هذا الشيء غنديفلوبيو اكثر ولكن قبل غنمشيو عند حمزه الفقره ديالو اليوم غادي نهضر لكم على الموضوع على كنا تنقولوا العرس هرس كانوا تيقولوها جدودنا حيت شحال من واحد كيبغي يتزوج وكيدير العرس ومع كثر التكاليف كيلغي العرس كاع تي انوليه ولا شحال من واحد عريس وعروسه تخاصموا على قبل العرس ومن بعد ما بقاوش غيتزوجوا كاع كنهنيهم من هذا المنبر احسن حاجه داروا حياتهم وبين وبينكم هذه عجبتها ولكن بين وبينكم راه البنات تعيقوا شويه على الدراري بغات الراجل يدير لها العرس يشري لها الخواتم يديها يدير لها العماريه الحلاوي على الشكل وشهر العسل في باهاماس ولا شي حاجه وهي ما عرفاش ان العسل غالي شويه هاد ايامات وبغيت نقول ان خصنا تكيسوا شويه علينا حنايا راه الدراري يلاه دي جون يلاه بدينا وداك الشيء ما تعيقوش علينا ياك مساكن تعيقوا علينا معناها النساء يخفوا علينا شويه لانه نحن في صحيح كلامه الرجل المغربي النساء لازم يفهموا عقليتنا فما بروبليم دو كومينيكاسيون ما بيننا وبين المراه المغربيه التوانسه والمغاربه والجزائري يعني الرجل التونسي والمغربي والجزائري يعني ولو انه فقير ولا غني عندنا عقليه نتاع فقراء نحن لا بروف كي ندخلوا القهوه نطلبوا اكسبريس وكابوسان والمراه كي استدعاها معك القهوه تقول لك اعطيني كوكتيل كوكتيل غالي اختي العزيز فهمت لازم يفهمونا لازم تهبط كابوسان وتاخذ زوز سواقر معاك الحمد لله ماشي كل شيء تسمير الفقر لا 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 بدلت العلاقة بسبب المصاريف الكبار وداك الشيء احنا في المغرب ولاو عندنا الناس كيديروا ما يسمى بالنهار كيجيو كيجمعوا عائله العروس والعروسه كيديروا دي جي وكيدوزوا النهار باش ما جاب الله وبخير نمشيو نشوفوا واحد جاري عنده واحد البنيته بغى يزوجها وما عندوش ولقى الحل ورجع غادي ندير 20 طبله 2500 درهم للطبله فيها الشواء والبسطيله هي 5 المليون واه 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 بزاف حيد عليك هادشي بوكاديوس والشاورما ميكس السلام عليكم القاعة القاعة غادي تقام عليا ب 3 مليون بزاف وبعيدة 16 ديم تيسع حيد لي القاعة الجروب القليلة 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 اللي داروا معايا المزيان 2 المليون واه 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 كاسيت المشجلة سليمة بقات لي النقافة فاطمة شحال كانت النقافة؟ مليون ونص فيها كل شيء بزاف تعرفي تزردي ابتداء مليون تيهي النقافة غتاخدي 10000 ريال والله ما نزيد لك على السنت السلام عليكم شحال جات معايا سيدي جاتني 5 مليون ونص واه 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 انا زواجي تقام عليا ب 10000 ريال وزواج بنتي نديرو ب 5 مليون ونص مالني علاج انا عيط الراجل دابا نوريه ندير انا العرس الو لا ما كاينش سلام شوف اولدي نقول لك جوج كلمات انا راه ما عنديش البنات للزواج بنتي قبيحه راه ما تصلحش لك راه شاطماطه وتاكل من العينين هنينا راه ما غتجوش بها والله انت غتمرضك في حياتك كيفاش هانيه
مدوزه الحبس صافي. جي بغيتي تسمع مدوزه الحبس صافي. انا ما غنزوجش بنتي. يلا طردك اتفرقع موت. والله ما كذب الحرس هرس. المهم هذا نداء لجميع الاباء، الا ما بغيتوش تزوجوا بنتكم ها كيفاش دير؟ لا ولكن هذا الجواب ديال شنو قلتي قبيله، راه ماشي العيالات كيخصهم يرخفوا عليكم راه المراه اللي كدير العرس. لا العريس ما كيدير والو. لا دابا هذا هو هادشي مزيان جبت هذا الموضوع الاستاذ منى وخرجتيني بهذا القضيه، ولكن ماشي مشكل غنلقى التخريجه هانيه. هي في الحقيقه دابا مؤخرا ما بقاوش غير العيالات اللي كيديروا العرس، ولاو حتى على حساب. هي في الحقيقه اسمحوا لي انا جاي ضربت ليا كلشي بالزر، شحال كنخدم باش نوجد هادشي مشى ليا كلشي. لا نحن توا بيانتو نخلصوا العرس ونجيبوا الدار ونطيبوا وننظفوا ونحبلوا زاد. انت كذلك من غير التمثيل طبعا، في التمثيل في المسرح وفي السينما دقيقه الله يحفظك خاصك تاخذ انت تروفي وحق الله العظيم ماشي غير ضحكوا عجبوه برد له القلب على القلب. هو هو مامادو في الاصل مغلل عن سي عنده غل مامادو ماشي صراحه. فما حاجه المغربي نحن يعني المغاربه الرجال ماتشو ياسر، ما نقولوش النساء برجوليه. نحب نقول لكم النساء نتاع المغرب الكل من غيركم انتم الدنيا في حال صراحه. والبنات زاد يفهموا قدركم في حاجه بصراحه. البنات الكلهم المغاربه يعني التوانسه الكل المغاربيين خايبه ولا مزيانه الكلهم يسخايلوا روحهم مزيانين. كيتخيلوا راسهم الكلهم يسخايلوا راسهم مزيانين. البنات تعرفوا سبحان ربي، ربي خلق فيكم زاد بنات خايبين. لكن مش هذا الموضوع. البنيه خايبه ولا مزيانه تروح الستة متاع الليل ولا سبعة من بعد الشغل ولا من بعد القرايه، ديما اخوها ولا ابوها يسالها شنو احوالك لاباس، تلوح الساق تقول له اي ريغارد ترو ياسر يغزروا رجالي كحلوا. كيفاش تقولوا انتم كحلوا كحلوا يشوفوا ياسر قتلونا بالتكحيل خلاص. قولها فوز افي ريزون نو ريغارد بو كونس رانس لي زيو مي سي اون فوز ريغارد با سي ان جور اون ديسيد نو با فو ريغاردي دو 8 اور جوسكا ميدي يا كاو ديبرسيون انترناسيونال. والله تعملوا ديبرسيون. كاين شوف كاين روغار وروغار. لا نحن العرب عندنا روغار عندنا سكانير. وفمك الرجال المعرسين يعني محترمين هما يكحلوا اكثر من اللي مش منين هادشي؟ ايزون ديفلوبي اون تكنيك. منين هادشي؟ يغزر هكا تبدا مرته معاه ومرته تبدا متهنيه تقول زوجي ما يكحلش وما يغزرش. لا هو يقولها شفت لابسه. شي دابا مرتك راه جالسه كتقرا شاده ورقه. قلت لها على كل شيء كتقرا عليك كمل لي زيتود نتاعك وربي سمعنا بعضك. صحتها راك حركت كاع الرجال باسكو هذه تاع شوفي واش هي لابسه خلاص دوكا بيرسون يكفو غابلي. دو نوفيل تكنيك ديما جديد ديما جديد. اذا عطيناكم تكنيك سو كو انا اون تكنيك كحلوا بلوتوث توا نحن نشوفوا بلوتوث نشوفوا بلوتوث تخرج لكم هنا شي سينيال نشوفوا راه الحيوط شي سينيال الاحمر. لطفي والله الا كيف كنقولوا دمك خفيف بزاف. يرحم والديك. يمكن هادشي علاش درتي الوان مان شو يعني علاش كتبتي بديتي كتكتب كتبت وحدي على خاطر ما لقيتش شكون يكتب لي الافكار اللي انا حاجتي بهم، لانه حتى اللي باش يكتب لي ماهوش باش يكتب لي على رؤيتي انا للمجتمع العربي والمغاربي والتونسي، لانه عندي رؤيه نتاع كريتيك للمجتمع ونحكي على الواقع نتاع توا ونحكي على نخدم برشا على البسيكو سوسيال. يعني لو كومون اي لو بوركوا علاش وكيفاش وشنو اللي وصلنا لهذا. يعني نحكي كيفاش مثلا نقول نحن العرب نطلعوا سكيزوفرين المغاربه واستيريك نعيطوا برشا علاش سافيان دو لونفونس كنكونوا غير كنهضروا عاديين كنغوتوا. عندنا التربيه ربيونا التربيه مقلوبه مشغشبه. لا بروف كو انت تبدا تبكي صغير امك باش تسكتك تزيد تضرب. اسكت مع الوالدة كثير
يا ولكن بلاتي دابا كاينين بعد الدراري الصغار ما مضروبين ما والو، مضروبين الحب على المهونه بالغال، تجي واحد يقول تحبه يقول لك شفت عمي، وانت تقول صغير انت صغير بيبي، شفت عمو تحبه يقول لك يسب وقول له ينام بو. هنا ديبيل فرنساوي عمره 5 سنين مش كيما عربي عمره 5 سنين، فرنساوي عمره 5 سنين il parle français، عربي 5 سنين مازال ما يحكيش بالعربي. 5 سنين يعدي هون لو كاسي بدي كوتيكم ماتي. انا لاج دو 5 ans j'ai commencé à apprendre le tunisien. ملي بديتي وانت ما سكتيش. مازال غادي نكمل معاك ولكن بعد الفاصل. قبل ما نسولك غنشوفوا واحد ليكستري ديال ان اوتر طالون عندك عاد نهضروا عليه. في اللي عرفتو تونسي جي لاكور، اللي عملتو فيه وسبيتو ما جاش قدام كور، ذويتو على البراني تتصدم كي تراني، يعجبك ذماري وتضحك مش بالعاني، كي قلت سترينغ وفودكا هذه حقيقة التونسي، قلتو هذا الشيء مش متاعنا مش ميدين تونسي، في الفيسبوك تقول لطفي ما يضحكنيش، ديكاجي ما تجيني زربيلي ما تفادتنيش، حبوني نبقى فقير ما نعملش فلوس، يحبوا التونسي غليل ما انا نبقى بوكس. هذه مني كنت باقي راقصه ما كانش عندك هذا مني كنت في المافيا غانغستير. يعني طيش بتاع صغر وكا. يعني حتى الغناء كتغني لطفي؟ لا هذه غنية وقت يعني اول ما عملت انا صار لي في الون مان شو 4 سنين وما كنتش عامل، ما كنتش يعني لا نعمل امور لا ولا شيء، كنت نعمل افلام جاده يعني وادوار تسخف، واللي خديتي عليها جوائز. خديت عليهم جوائز عالمية، خديتي 10 جوائز 10 جوائز عالمية كأحسن ممثل، تريبيكا نيويورك من عند روبرت دينيرو، في المغرب، في مونس، في اسبانيا، يعني ان بو باغتو دون لو موند الحمد لله، يعني تبارك الله ما شاء الله. معلقهم في الدار وكل يوم ندخل نقول انا معلقهم باش تشوفهم مرتك. تشوفهم مرتي يقول يا ريت اللي ما قراش 10 جوائز ما قريناش والحمد لله. قولها بقاي تقراي. نو مي هذه اسمها سي اون شونسون دو راب افيك ان دي بلو غون رابور تونيزيان امينو، كان في الحبس اللي ما واقفوا الحمد لله. اليوم هذه كانت اسمها لا ريبونس لاني اول ما عملت شكل جديد نتاع وان مان شو، الكتابه ونوعيه الطرح قلقت شويه او ديبي في تونس، لاني جي سي ديتر ان ميغوار. Et quand on est un miroir par rapport à une culture, مش متعودين على انك tu envoies l'image، تقول رانا تونسي هكا وراو تونسي هكا ولا راو المغربي هكا، من الاول العباد ما تقبلش. On a du mal au début à accepter son image، الكلنا. Surtout quand tu vois une image un peu bizarre comme ça ou tu dis les vérités. Donc j'ai eu énormément de critiques. J'étais jusqu'aujourd'hui, on m'insulte énormément dans les journaux. On n'écrit jamais un bon papier sur moi et le jour où je vais voir un papier bien écrit sur moi ça va me choquer. C'est que femme mouchkla ça va pas la sahafa ou la t'habni fi Tunis. Donc hadiya el ghunaya ismaha la réponse parce que ana li معناها بني في تونس قلت لكم نحن متنقدين برشا العرب انه كل يوم على الفيسبوك الناس كل تسب فيا وفي الجرايد ولطفي العبدلي يعني مسرحيه مش بتاعيلات ومش باش تفرجوا فيها، لكن في نفس الوقت المسرح معبي. اي كيشي فيرمي. منهم مره دخلت المسرح نلقى 9000 بشر في مسرح في 9000 جايين 9000 فجوا 13000. قلت لهم توانسه؟ قالوا لي. قلت لهم بالكش جاوني من تركيا. ما صدقتش يعني عندي كي نشوفوا الفيسبوك ولي جورنو نقول ما عادش باش يجيني حتى حد يتفرج فيه. وبعد كي نلقى المسرح معبي نفهم اللي التونسي والمغربي والتزيري كي العاده خاطر بالنسبه لنا التونسي راهو سي اوني لي ميم. سكيزوفريني نتاعو انا نستغل برشا على السكيزوفريني نتاع العربي نتاعنا. وقت باش نفهموا رواحنا. نحن علاقتنا بالحب خايبه ياسر.
كل شيء من الحب، كل شيء من الحب، وحلقتنا بالحب مسخه. التونسي والليبي والجزيري ما ينجمش يقول لك طول نحبك، يقول لك يا سخطه يا نعم بوق نحبك. يسبك من بعد يحبك. ما راضيش، ما راضيش يقول انا وعلاقتنا بالحب بالنسبه له بحال ضعف. صعيبه ياسر مثلا الفرنساوي تساله تقول له بوك وامك يبوسوا بعضهم؟ يبوسوا بعضهم؟ يقول لك وي جي في مي بارون سومبراسي شوي تري زورو شوي لو فروي دو لامور. عربي يقول نجيج المغرب يقول له بوك وامك تبوسوا بوسوا بعضهم. يقول لك اه صاحبي اه بابا وامي يبوسوا بعضهم اش بيك؟ بابا وامي مسلمين ومعرسين ما يبوسوش بعضهم. علاقتنا خايبه معناها. ملي كتكون لطفي ملي كتكون بابا يبوسهم ويقول لك انا يقول لك والله كان يبوسها نقتلوا بابا ويمشي يوسيبوه يقول له بابا رد بالك امي مرا شريفه وبنت عائله ما تبوسها. انت لطفي ملي كتكون هكا سيغ سين وكيكون الجمهور كره كل شيء كيموت بالضحك. اي جي او دي كا دي جون كي سون معناها تقلقوا قالوا لي نضحكوا ياسر وعن انا مال حتى حنا راه دريتينا كلنا نقولوا جداق الشداق جداق ما بين التمثيل والرقص والغنى يعني اي حاجه كتقيسها ما شاء الله كتنجح الحمد لله لانه شوف هو كيبدا فما الاحساس عند الفنان هي موهبه من عند ربي يعني انسان ما اخترعش حاجه الفن كيما انسان يتولد بصوت جميل انسان يتولد بموهبه عنده احساس الاحساس بعد تولي غناء ولا تمثيل ولا دربيك ولا هذيك تتسمى لا فورم الاحساس هو بيدو الاحساس اللي هو اللي يخلي الفنان ينجح ومن بعد لا فورم سا دوفيان كيستيون دو تكنيك او تو لا ميتريز او تو لا ميتريز با الحقيقه حتى الضحك انا ما مشيتش طول نضحك انا قعدت معناها مون انسترومون تاع كوميديان عملت برشا مسرح وعملت برشا سينما بزاف يعني جو مسوي بيان اونتريني تعلمت المهنه نتاعي باش من بعد كي وقفت على الركح نلقى روحي كفنان قبل ما نكون مضحك كممثل يعني وكدرامي عندي منقول في روحي وعندي يعني المهنه نعرفها المسرح نعرفه الضوء نعرفه الببليك نعرفه نعرف نبكي نعرف نضحك نعرف نسكت فما ريتم يعني نتاع كلام يزمك تقوله من بعد الضمار نحن نقولوا الضمار الضحك الخفة الدم هذيك كون تو لاسوسي افيك كالكان كي كوني تري بيان سون ميتي سا بو دوني كالكو شوز دو تري بو لو بوبليك بو ساميزي على خاطر لو بوبليك وقتها إلي دون ان غيف معاك إل بارتاج توت لي ديمونسيون تو ميتريز لا سين تو اون بيل بريزونس تو سي اوكوبي لاسباس تو ميتريز تي سوجي زادا بسيكولوجيكمون دو كوا تو بارل تبدا عندك تو لو بان جراوند دان سوجي تحب تحكي على السيكسواليتي نتاع العربي ولا تحب تحكي مثلا على سكيزوفريني ولا تحب تحكي على البوليس ولا تحب تحكي على علاقة المواطن بالسلطة يفو ميتريزي كيلكو باغ في مخك يفو افواغ اون كولتور ان باك جراوند صحيح اجتماعي وفلسفي وعلمي باش ما تكونش يعني خاطر فما الشعبي والشعبوي نعم الضحكة الشعبية الضحكة الشعبية اللي هي مثلا ضحك الناس الكل وتضحك لك المثقف وتضحك لك الانسان العادي لانه فيها عديد من القراءات اللي يحب يقف حده للضحكة واللي يحب يقراها ويدخل فيها يقول لك شوف هذا المعنى الشعبوي هو انك تهبط في مستوى خايب هذاك انا اللي ما نحبوش في الضحك انت مام درتي يعني التنشيط ديال البرنامج عملت برشا برامج تلفزيه هي كانت ناجحه الحمد لله هي الحمد لله وبعد يعني يقترحوا عليا كل عام يقترحوا عليا زوج ثلاثه برامج باش نشطهم لكن مش ديما نعمل البرامج لانه يلزم الممثل خاطر تشوف انا وليت تحل التلفزه تلقاني في السينما تلقاني في المسرح تلقاني معناها قريب نهبط لك من السباله نتاع الماء ولذا بعد ساعات الفو سو فيغ غاغ يلزمك تقول لا باش الببليك يتوحشك باش تنجم تفاجئه باش تنجم تباغته ولو انك بعد ساعات تقول هذه فيها مثلا برشا فلوس ولا فيها لكن فو سافوار بارفوا كالمي لو جو اي ليسي لي جون تاتوندر اي سو فير ديزيري تو ان ارتيست فعلا اذا غادي نمشيو الفقره المواليه ديالنا اللي هي في المغرب واليوم غادي نهضروا على واد بورغريك سير واجي شد الطاكسي ولا الطوبيس ولا الطرام القضيه كتبقى هي هي الزحام في وقت الدروه في الرباط مثلا وبالنسبه للناس اللي ساكنين في سلا عندهم حل فعال الانسان بامكانه يقضي غرضه ويتفجج مع راسه
الاولين تيجي موظفه في الصباح العشيه عاوتاني ترجعو، وكاين الناس عاوتاني اللي هي شايفه الوسيله ديال النقل هنايا قريبه على الدوز على القنطره ولا تمشي في تاكسي ولا هذيك كيفك في تاكسي مع التسعود مي وصلت ل 11 هنا تيجوز مساري ورابح الوقت ديالو، وفي نفس الوقت داخل وسط المدينه يعني من المدينه ديال الرباط المدينه ديال سلا. هذه وسيله نقل تقليديه ومضمونه، الجميل فيها هي انه من غير الخدمه بامكان الواحد ياخذ الفلوكه ويدوز وقت زوين. كنفضل نمشي فلوكه على حسن من السياره الطاكسي ولا الطوبيس ولا شي حاجه، كتجيني الجو ديالها مزيان، كنجو مزيان بحال هكا نكون انا والعائله ديالي ونتسارى، وفي القريب ندور واحد الدويره ونجلس واحد شي شويه، يمكن كاع نبطو واحد شويه ديال الحوت نشويو في الفلوكه ونمشيو نتسارى ونرجعو في حالتنا ساعه ساعتين. هذه توجور ديما ثمن جوج دراهم، تما الا بغيتي دور واحد الدويره كاين على حساب المسافه ديال الجهه ديال بنادم من 30 درهم حتى ل 70 درهم. ايوا اكثر من هذا الشيء ما كاينش، من الرباط لسلا ولا سلا الرباط بامكان الواحد يشوف ويتشوف ما بيناتهم، وخصوصا يخلي اعصابه هاديه وباله هاني. اذا كيف لاحظنا في الروبورتاج هو انه مع انه كاين وسائل للنقل ولكن الناس باقيين كيبغيو يتنقلوا في هاد في الفلوكات صغار، لانه كنظن المنظر جميل جدا. شنو رايك؟ سي تري بو سي رومانتيك كو الشعب يخلي سيارته ويخلي لي مويان دو ترانسبور مودرن و وي سليس امباركي دون اون بارك، جو تروف كو سي تري بو. صح عليكم كيما نقول. نعم شكرا. اذا غادي نمشيو عند حمزه ونشوفوا اليوم وجدنا فقره لمويس. كتعرف اوباما كان الله يرحمه معنا يقعد مع بابا. لا بابا اوباما مع اوباما، عارف اوباما فيه الضحك، عارف لي سبيتش ديالو كيدير الضحك. اليوم جبتو كاين هنايا اوباما جاي اوباما كاين اليوم اوباما خالد زبيل. السلام عليكم. تبارك الله على السي لطفي. ربي يخليك. راك محيح. حيش. راك معروف. عايش. واش هادو هما لي زانفيتي ولا حيد بالك؟ تبارك الله عليك. يرحمك. والله إلا كتشبه لواحد راجل خالتي حول. تبارك الله عليك. ربي يخليك. تحية، هذا شرف ليا أنني نكون أنا هو الكوميدي في الحلقة ديالك. كتعرف تغني؟ ملوغتي بالعربي. الله يحفظك. كتعرف تغني؟ نهار تلحد ما عندكش مع الغناء هذا. اش قراوكم قردوت بقراتون، اش قراوكم قردوت بقراتون برتقالون، اش قراوكم قردوت بقراتون برتقالون. اي 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 محيحينا خاصكم اللي جبدكم. هاد الاغنيه كتفكرني في ايام الابتدائي. يا سلام كنت مكلخ. كنت مكلخ وإني مجتهد. الله يمسخني. كاين شي مجتهد مكلخ وإني فريمون. ملي كتفكر ايام الابتدائي كتفكر الاساتذه. صفقوا لي على الاساتذه. انا عارفك انت ما صفقتيش حتى الله خرد. عندنا شي اساتذه في واحد المؤسسه ما كيقريوناش، كيدخل سيمانه كيغبر شهر. واحد الاستاذ ضربو البرد، دار شهاده طبيه فات الجهور، تقول كيشرح لنا الدرس بنيفو. وهذه راه ليها الدواء، ومشتي واحد الاستاذه كنعرفوها عندها 40 عام باقا بايره ودايره شهاده طبيه، دايره شهاده طبيه فيها خمس شهور، قال لك حقا تمشي تولد. استاذ واحد اللي كان كيدخل استاذ واحد العام كامل كيدخل كيناش، وعاد مع ضربه مرتو بو طاح ول. كيف من ناس مقلوب كيقول لنا اولاد دايره خاصكم تقراو انتوما هما البولاد ديال المستقبل. خاصكم تقراو راه انتوما هما البولاد ديال المستقبل. كنشوف هذاك اللي حدايا كنلقى ناس كنقول ليه استاذ واحد البولاد حرقت. وكان كيطرح لنا شي اسئله بليده جدا. واحد النهار قال لنا ما هو الشيء الذي لونه اسود ولونه اصفر وينزل عسل حر؟ قلت لي ترانسبور ديال الدريات.
قلت له وين ترونسبور ديال الدريات راه ماشي دي ماسل راه كاينه واحد القطره ديال الزفت شايفور دايره اش نقول لكم اساسي ديال الله الا الناس زوينين عرفتي كتعجبني واحد القضيه في الابتدائي هو ديك ملي كيغيب شي استاذ كيدخلوكم مع شي فوج اخر قلت له القسم كتولي فيه 120 واحد واحد النهار بغيت ندخل القسم ما لقيتش فين نبرك والو ويجبا ليا فواحد الدريه انا نضحك لها حتى هي ضحكات ليا هادشي انا نغمزت هي غمزاتني وانا نقول لها ناضي تعدي وانا نبرك بلاصتها كاينين شي اساسي قباح واني ديما كنديرها بهم عندنا واحد الاستاذ قبيح واحد النهار مشيت عندو قلت ليه استاذ واش يمكن لينا نعاقبو شي واحد على شي حاجه ما دارهاش ويقول لي لا قلت لي صافي انا ما درت التمارين كانت معنا واحد الدريه زوينه لحسن منك شي شويه كانت زوينه واحد النهار زغبني الله وقال لي راسي كتب لها شي رساله غراميه وانا نكتب لها انا طايح فيك هذه طرا في وكتضحك الغد اللي جات لي با طاح فيا عمود انا ما كنتش بحالك انا راه كتب فيها بسبب داك العمود قتل لي الغوداد الصبغيه ديالي تحية لكم وشكرا بزاف غادي نمشيو لفقرة في بلادي وموريتانيا في بلاد اليوم موضوع يتعلق بالوشم ولكن ماشي الوشم على مستوى الجلد بل الوشم على مستوى اللثة السفلى على مستوى الشفة السفلى واللثة العليا وشوفوا معي هذاك الريبورتاج ونرجع إلى بدينا بالعكس وحاولنا نلقيو نظرة على التطور اللي عرفوا الوشم في العصر الحاضر ديالنا وكيفاش ولاو النساء والرجال كيرسموا على الجسد ديالهم فكل شي كيعرف العلاقة الوطنية اللي كانت كتربط الناس القدام ديالنا خصوصا النساء بهذه الظاهرة في موريتانيا عندهم حاجة خاصة في الوشام الرجال بالنسبة لنا ليس الكل لكن يميلنا بالنسبة للفتاة التي مارست الوشم وصارت شفتها سوداء وتاني يزيد ذلك من بياض أسنانها وبياض عينيها واللثة كذلك يرغبونها ويفضلون أن تكون سوداء وبالتالي ذلك يعطيها قيمة مضافة للجمال بالنسبة لنا إذن الملاحظ أن كاع العيالات اللي كيديروا الوشام في هاد البلاصة كيولي عندهم بزاف ديال الخصال ولكن اللي باقي ما عرفناش هو اش كيفضل مامادو واشنا هو رأيه الصريح في هاد القضية وبطبيعة الحال الرأي ديال السي لطفي لأنه مهم بزاف إذن كما شاهدتم بالنسبة للوشم هي قيمة إضافية بالنسبة لجمال المرأة والفرق الوحيد بين يعني هذا الوشم التقليدي والوشم الطبي هو أن هذا الوشم لا يمكن إزالته بأي حال من الأحوال حتى باللازر لا 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 باللازر ولا بتا شي حاجة عندك مواضيع يزم واحد يكون مقرقب بشي باش ما يكون مقرقب أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر من القرقبة بالإضافة للكلام اللي قاله أخويا مامادو نحب نضيف معلومة بسيطة على الوشم الوشم الفكرة أساساً جت من حضارة قرطاجنة قرطاجنة كانوا يتميزوا بالوشم وكانت الفتاة لما تصل سن معينة لازم أهلها يقوموا بعملية الوشم ويديروا احتفال لهذا اليوم لأن المرأة لما يتم الوشام يعني هي مستعدة للزواج كإعلان أنها هي في سن زواج وكانوا يعتقدوا في ثقافتهم آنذاك أن المرأة ما لم توشم فهي تبقى في دار أهلها ولم يتم الزواج منها كنوع من التطير فكانوا يظنوا أن الوشام هو نوع من تحسين للمرأة من الجان وكذا وأن يتقدم لها شخص ويقوم بالزواج لطفي بغيت نسولك على شنو هما مشاريعك حاليا تاي تا حاجة
يعني مواصل الوان منشوم تاعي تورني انترناسيونال صالة ما بين تونس عندنا فرنسا ايطاليا كندا امريكا ويعني في بعض المشاريع يعني سينمائيه ان شاء الله. ما كتفكرش دير العرض ديالك في المغرب ان شاء الله؟ شخص يعني معناها العامين التالي عملت في كازا هنا و سي تري تري بيان باسي معناها علاقه بالجمهور حلوه برشا. ما حاولتيش تتصل بان بروديكتور مغربي اللي يهيئ لك؟ الحقيقه ما جو كوني با هما ديجا انا في تونس كلموني لي بروديكتور تاع فيستيفال كازا ولينا اصحاب اما ما جو كوني با معناها دي بروديكتور. كان حتى فيستيفال مراكش للضحك فيستيفال جو كوني تري بيان سي ان كرون فيستيفال. نعم هذاك يعني ضروري خاصك تشارك فيه ان شاء الله بوكو با سي ان كيستيون دو تون ان شاء الله. ان شاء الله لطفي فعلا دوزنا معك حلقه ممتعه جدا. عايشك. وانا يعني بشكل خاص كنقول لك عفاك عاود رجع في حلقه اخرى. افيك بليزير والله افيك بليزير جو مو سون بيان افيك فو ميرسي تو الموند ميرسي لو بوبليك. إذن مشاهدينا ما سخيناش بكم ولكن تابعونا الأسبوع المقبل حلقة جديدة ضيف جديد ومواضيع أخرى. تمساو بخير. My friend.